وجه مجلس محافظة باب الكتابة لديوان المحافظة يوصي فيه بسحب يد المحافظ كرار العبادي من منصبه، فيما اعتبر المحافظ القرار جاء ردا على فضيحة تعيين ابنة رئيس مجلس المحافظة. وعقد المجلس اليوم جلسة مغلقة لبحث سحب يد المحافظ كرار العبادي من منصبه، أرسل عقبها كتابا إلى ديوان المحافظة أوصى فيه بإقالة العبادي ليتولى النائب الأول للمحافظ حبيب الحلاوي منصب محافظ بابل بالوكالة.